وكنحسبوا داك العدد وكنجمعوا التوتال وكنعرفوا شكون الفائز. ملي كنعزل واحد العدد ديال الفائزين كندير واحد الحاجه ان ديال يعني واحد كونطرا واحد. الرياضه الريماية شامله كلشي، شامله جميع الرياضات، وفيها احسن حاجه هي الكونسونطراسيون. المشكل اللي كنعانيو فيه انا نجي لكم من الخام نقول لكم بين قوسين، عندنا مشكل في التيروان وانتم عارفينو كاملين، عندنا مشكل ديال الستريس وعلى السبه حنايا سيرتو في التيروان هنايا عندنا مشكلة السبة، عندنا نسبة الوفاء نسبة الانتحار بزاف. إلا جينا شوفنا جهة الشمال وكل شيء كل مرة كتسمع علاش؟ وأنا نقول لك علاش. الإنسان اللي كيتشارجا ما كيعرفش يفرغ. الرماية بالنبال الرياضة الملائمة ليه مليون في المية. وكاين واحد الفيلم مسلسل كيدار تركي كيدار في التلفزة كيبدا مع 11 الليل والله أعلم، واحد البطل تما فيما كينوض الصداع في الدار كيخرج للجردة وكيهز الدار بحال هذا وكيبدا طاق 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 كيجرب طاق طاق كيف ديتي كيف ديتي شوف 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 لاكسيون ديال الفيلم شنو فيها. فيها دار مشكل الصداع ديالو في الدار، خرج للجرده هز الارض وبدا كيتي طاق 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 وكيجي جات عنده المرا ديالو قالت له لا صافي الله يسامحك انا شوف تنكمل نرتاح حتي لي بعض الرميات وغنرجع. فوالا حيت بلي بار ديالنا ملي كنجيو ندخلوا واحد لاكسيون كنبداو نفجروا داك الشيء كيما كنعرفوش، لكن يكون عندنا واحد الهدف وكنتيليو فيه كنفجروا داك الشيء اللي عندنا وكتعاود لا روتاسيون من جديد. ها القوه ديال التيرالاك، هادي لا بوزيسيون ديال التيرالاك. عندنا لو كوتي كوم و لو كوتي اخر. لو كوتي اخ هو اللي كيكون فيه البواني ديال لاك لا مان مارك اللي كندفعها، وعندي لو كوتي كورد هو اللي كنشد فيه يعني كنقسم لو كورد ديالي ا دو صافي كنجي هنا وكندير لا ديكوش ديال لوكور. ملي كنسالي لا فيزيون ديالي نمشي عادي وكنتقسم دائما لو كور ا دو. هادي كتعطيك نسبة كبيرة ديال انك تتحكم في لو كور ديالك كامل حيت باش تقسم لو كور ديالك في نفس الوقت صعيبة. بالنسبة للصحفيين كيكون حاضر واحد كيما تنقولوا حنايا يكون حاضر واحد الصفق صحفي وخصو يزرب، اش كيدير؟ كيشوف لاكسيون كيحلل شنو واقع وخصو يرسل في اسرع وقت. هادشي كله خصو يديرو في وقت واحد، نفس العملية بالنسبة للتيرالات، خصو يفيزي يربح بزاف الوقت ويسونطري ويطلع ويجيبها في الصون في الصفر. لوكور ديالنا في الظهر ملي كنوقف ملي كنوقف باش نتيري ما كنعوجش القدام كنعوجش ها ما كنرجعش للور بوستير عادي كنوقف ها عادي وكنشوف كندور راس ديالي كنهز يديا كيتحركوا غير يدين ها الفوق وكنشوف طاق وكنطلق ونرجع طاق وكنطلق يا هكذا على حساب العدد ديال الفلاش اللي كنتيرو. لا لين دو تراكسيون هذا لا بوستير ديال النوع الاولمبي. القوس الاولمبي اللي عندنا هو عندنا هكذا كنسمي كنتيرو لو تير مونغول او تير اباش كنتيري بحال هكا هذا صغير غادي نحاول نصير هكذا وكنطلق وكنطلق. ممنوع من عند باب تم طلق لاك ما فيش لافليش طلقو خاوي حاول ممنوع لان يعني يدفع دابا الهانسو ويرجعو عليك. علاش؟ خاص لاكور ملي تخرج تلقى شي حاجه اللي غادفعها الا ما لقات والو غادا ترجع خاوي. فوالا ملاش كيتكون النارشي غادي يلعب او المنافسه ديالو شنو كيدير؟ كنحتاجو بعض المعدات. من بين ديك المعدات عندنا بروتيج دو بران. هاد بروتيج دو بران هذا خاصو ما دازاش مزيان ماشي مشكل هو اللي كنديرو هنايا. علاش؟ هذا ضروري لكل شيء الولاد الصغار الناس اللي غيجيو جداد اي واحد بروفيسيونيل كونفيرمي كيلعب في الاولمبياد خاصو ضروري هذا. لا بويسونس ديال لا كورد ملي كنجرها اون بلان افونش حتى لهنايا وكنطلقها ديال ضربات ديال يدي كتعطيك جميع الالوان اللي كاينين كتبدا بالزاق ويا بعد ويا كتضرب شويه كتوصل للصفر ملي كتوصل للصفر كتولي ديك الساعه تكاد ما كاينش شي واحد ما غيديش ما يضربش يدك الا ما ضربتيش يدك ما تعرفش والو. هذا بوتيج دو بران كيكون على هذا الشكل هذا كيدار هنايا. عندنا قبل ما نبداو اي رياضه ضروري من الشوف قبل ما يبدا اي صحابي يكتب المقال ديالو ضروري من الوسخ ما كاينش اللي ما يديرش الوسخ. كذلك في الرمايه ضروري من الشوف كيكون عندي واحد لي لاستيك على هذا الشكل هذا هو فيه لا مان دارك وفيه لا مان كور وكنبدا كنسخن ملي كنجر كنجر لي زومون بلاك ديالي ما كنجرش لي سيفس او لا تري سيفس ها كنجي كنبدا نجر الدار ديالي. هي سي خصك الله
ملي كنجر هادو هما لي زوموبلات شوف ومال ملي كنجر كندفع كنلاقي لي زوموبلات ديالي شوف هنا هاكا كنجر البيسيبس ديالو ولا التريسيبس ديالو ما كيتحركوش ها مخفف لان القوه هنايا وكل ما جاميتي هنا خليك هنا كيعطيني واحد لاين اللي غادي حتى لهنايا فوالا شوف لاين كيفاش داير لا الا طلق هو هاد لاكوتش كدير الافليش كتمشي ها كتمشي سونتري الا دار هو عوج ظهرو هنايا اش كيوقع له السلسول ديال الظهر العامي كيتبدل كيولي يجي هنايا داك الفراكسيون كيتقص هنايا الا رجع اللور كيولي هاد لاكوت غنضربلو في كتافو هنا هنايا عندنا واحد لامبوزيش عندنا واحد بوديش واحد اخر اللي سميتو البلاسترون حتى هو كنديرو في الكتف غادي كامل متكامل اللي تكون مناش من لارك كالكوا حاملة الاسهم اللي كدار هنايا اللي كنديرو فيها الاسهم ديالنا من القوس من البوديش دو بلا من البلاسترون ومن الباليت لاكورد هادي هي اللي قصتيها بيديك بحال هكذا قاصحة ما يمكنش كتجرب اشاك فوا تيري بها قاصحة بزاف كطيب لك اليدين سيرتو حيت كنجربو غير بها كنديرو لاكورد غير هنايا شوف غير هنا يا هكذا يعني غير طيبو اليدين اش كنستعملو في هاد الحالة كنستعملو ان بروتيج دو عن الباليت اللي هي على الشكل التالي هادو صوت دي باليت بروفيسيونيل هادو ديال لي زارشي كونفيرمي وداكشي كنشدو بهاد الطريقة هادي وكنديرو لاكورد على هاد الشكل كنجرو وكنطلع عادي هادشي كله غتشوفو ان شاء الله في سيتيرا هاكا نعطيكم غير واحد النبدة سريعة على نماية من بعد ان شاء الله اي واحد عجبته الرياضة بغا يجي عندنا الكلوب مرحبا بيه كلوب روما تيطوان يجي مرحبا بيه يتيري مع راسو كيف ما بغا والجامعة راه فتحات لاي واحد من الصحفيين الرياضيين خالط في الكلوب مرحبا بيه بالمجان عندنا واحد الخيط كنستعملوه يقدر يكون من السيوب يقدر يكون هما كاين الخيوط اللي كيجيو كيتباعوا سير انترنيت وكل شيء كيجيو على هذا الشكل مصاوبين بهذا الدبار حنا كنا كنجتهدوا وكنستعملوا الخيط بحال هكذا وكنديروا كنسميوه الدراجه في لي زار كونفيرمي بروفيسيونيل الناس اللي كيلعبوا الاولمبياد داك الشيء هما اللي كيستعملوا هذا علاش؟ حيت حنا قلنا في بدايه الفورماسيون قلنا بدايه ديال هاد لي دوكيومون قلنا باللي حنايا كندفعوا 50% وكنجرو 50% يعني تيكون واحد التوازن الا طلقت لاكورد نورمالمون خصني نطلق حتى يدي من هنايا فوالا ملي كتلاق يديا هاد الدراغون كيدير الدور ديال اليديا كيكون هنا ملي كنجرو كنطلق هو كيشد ليا راك يديا ما كنشدوش هو كيشدو سير فوالا بالنسبه للعمليه اللي كنت دير مع السياسي مع لو كادر تكنيك السياسي ما بقيتش لو كادر تكنيك ريجونال هو اللي مكلف بالتكوين في الجهه ديال الشمال كامله نفس العمليه ملي كيجي عندي واحد المبتدئ كيبدا يتيري بلا ب لارك جديد خاص عندي واحد لي بوستير ديال كيفاش غنعلمو يتيري كان اول حاجه كنصلح له الوقفه ديالو حيت الا كانت وقفه سليمه غيكون التير سليم ديالو الا بدا غلط غيكمل غلط واحد النهار غادي يضرب واحد المده غادي يجي كيضربو كيضربو او لا كتابو كيضربو او شي حاجه يعني البدايه يكون عندنا البوستير مزيان غادي البدايه كاع ديال ليزاج يعني بداو سليم صحاح باش نقدر نطول ونكمل لان هذا الرياضي يقدر يديرها اي واحد وفي اي سن وفي اي وقت لي شوفمون كيف ما وريناكم بلاستيك على هذا الشكل هذا يقول بهذه الطريقه هذه هادو لي بلازو هاد البلازو هذا ديال لي تري سبوت هما هادو هاد لو دي كومونسي كيما تيقولوا حنايا سيرو هوليفو يعني كنخدموا معاهم هاد الشيء هذا دابا انا غنوريكم غير بعد الامور فيه وصل لان دابا هاد الشيء ما يقدرش نشرح لكم هاد الشيء كله لان هذا ديال الناس سون ديجا كونفيرمي ديجا كيلعبوا الهوليفو ديجا كيلعبوا باش يمشيو للاولمبياد هما اللي كنخدموا معاهم دي زيكزارسيس بحال هكذا هادو سون دي زيكزارسيس كنديرهم في اشاك سيونس دونترينمون عندنا لي بلازون كيكون على هاد الشكل هادي تري سبوت تري سبوت كنلعبوها في 18 متر كاينه بطولة العالم كانت كتبدا في مراكش مبقاتش كانت كنلعبوها في 18 متر في تري سبوت بحال هكا ديجا حنا حصلنا فيها في لي جينيور سوفيان بلاش بخدا بطولة العالم ديال لي جون في مراكش
وديجا لعبنا واحد الحاجه فاضي واحد الاضافه منذ تعيين رئيس الجامعه الملكيه السياحيه عندنا اول مره رجع عاوتاني تير اونصال دوبوي واحد 8 طون بحال هكا باش رجعنا لعبنا اونصال وشوف السي حميد على القضيه ديال ان رجع واحد الرياضه واحد الروح كبيره هي 18 متر عندها هي الطعم ديالها بوحدو من غير داك شنو المسافات اللي كاينين كنبداو 18 متر اونصال داخل القاعه كيكون لي تريسبوت ديالها بحال هكذا كنديرو 50 متر بالنسبه للكافولي اللي كيكون البلاصون ديالها هو هذا وكنديرو 30 متر اللي كيكون لاك ديالها هو البلاصون ديالها هو هذا كامل وكاين 70 متر كاين 60 متر تيكون بلاصون ديالها هو متر 22 كبر من هذا المتر 22 وكاين 70 متر اللي هو ديال الاولمبياد اللي كنلعبو به حنا في البطوله الوطنيه ديالنا حتى هو متر 22 كنلعبو فيه 70 متر ودابا نشوف واحد ليكزومبل غنشوفو ان شاء الله في التاثير تاعو وعندنا واحد داي تيطوان غادي يدير واحد ديمونستراسيون هادو الصون كلهم دي زيكزارسيس كنديروهم في الوقت كيديروا المدرب مع لي زارشي يديبيطو اي واحد مبتدئ كنبداو معاه بهاد لي سيونس هادو لا فيزيون كيفاش كنشوف الظهر ديالو واقف كيفاش كنشوف لا فيزيون ديالو سير سيبل وكل شيء هادشي غنشوفو ان شاء الله من بعد هادشي كله من الوقت اللي كنبداو هذا كله سون دي زيكزارسيس بون لي زارشي ديال الوقت اللي كنشرحو باتير الباتير ستسمعو هاد الباتير بزاف الباتير هو لا لين اللي كنوقفو فيه كيوقفو فيه لي زارشي وكيبدا يتيهو فيه كيكون واحد لا لين ما كنديباسيش كيكون عندنا تخوا لين عندنا لين سيكوريتي عندنا لين ماتريال ولا لين داتون لا لين داتون وعاد لا لين ماتريال يعني كنحطو الماتريال وكاين واحد لا لين كنتسناو فيه حتى كيدوز لنا واحد دي مينوت ديال الديبار عاد كندخلو لا لين دو تير سي بون سيونس دونتريمون كيفاش كنبداوها شاك فوا حاجه بحال كاع الرياضات كنبداو بساليتاسيون جيتو السلام عليكم مرحبا بكم كنبداو اليوم لا بريباراسيون غنجمعو لي زاوك ديالنا ان شاء الله غنوريكم كلشي كيفاش نجمعو لي زاوك ديالنا سير تيران ان شاء الله غنبداو لي شوفمون بليلاستيك راه كاينين ليلاستيك ان شاء الله غنشوفو مع بعضياتنا غنديرو دابا ما غنقدرو ندير واحد ريفيزيون صغيره سير تيران على هادشي اللي شفناه دابا اكسيتيرا ميرسي et prêt à répondre à vos questions et à vos questions. Et sur Emma Hwabi. Tu as dit que tu as dit فهمتيني هذا غير اكسيسيبل كل شيء باش نقول لك ما ممنوع من حتى شي واحد ميم لي هوندي ديكا ميم لي مقطوعين لي يدي بجوج ميم لي مقطوعين لي رجلي بجوج ميم لي عنده رعشه عرفتي لي هوندي كاب مساكين عنده رعشه كي تلعب كامل اي نوع من لي هوندي كاب يقدر يتيري بما يبني به وبالمناسبه راه بارمي لي فورماتور اللي كاينين في لافريك عبد ربي في الكلاسه الاول بوغ لي هونديكا اي كما كنقولوا اي نوع حيت هو كاين شي يمكن بكلاسمون اي كلاسمون ديال لي هونديكا كيدير لي بيان ليفل علاش مشكل ملي كنقول لك واحد يدير العشاء صافي ديال يقدر يتيري عنده لي مويان خصو عليه مويان كيفاش هو يتيري وزيد واحد القضيه واللعبه اللعبه ما كيشوفش حتى هو يقدر يتيري سي ديفيسيل والله حتى كيتيري وكيجيبها في الصفر وكاينه بارالمبيك اولمبياد الالعاب الاولمبيه اللي هو الاحتياجات الخاصه وان شاء الله حنا خدامين على هذا القضيه باش نصيفطوا ان شاء الله شي واحد من المغرب اللي الله يستر عنده اعاقه في الرجل اعاقه في الكتف المقطوع كل شيء تسيدو عندهم لي مويان وجدوا الطريقه باش كل شيء يقدر يلعب بما يبان لان عارف القيمه ديالها وما تنساوش ان فريق الجيش الملكي ملي كان معاه ذاك المدرب الجديد ديال الوداد البيضاوي اول حصه ملي جا الجيش الملكي دارها هي التيران دخلوا للتيران وجمع لك لاعبين كره القدم كاملين وكاين كلوب الجيش الملكي تما المنتخب الفرنسي 98 منتخب فرنسا 98 كذلك كلشي كيقول له اجيو هنايا ديروا بما يبني بال تيبوا مع راسكم علاش صافي ديال كاين شي نقطه تما مهمه سي لا كونسونطراسيون والتركيز التركيز انت انا كتقول شي واحد مشى صيدو كتجلس معاك شي تقول صافي كنت تعب بزاف راه في التيران اوتر شوز ان شاء الله رئيس خدام على واحد القضيه جديده ان شاء الله مع الاتحاد الفرنسي ديال التيران شاس
يعني لي شاسور يقولوا بلي صاب نخرجوا احنا الطبيعه ونصيدوا سيوا ممنوعه دابا هو رئيس حد ولا خدام عليها يعني من الحوايج صراحه اللي كبيره صعيب باش تاخذها دابا هو كيتقاد عليها بوحدو والله يسمح لها منك صراحه خدام عليها ولا نجحات غنوليو حتى بلي صاب غادي نخرجوا حنا الغابه ونصيدوا وهذيك متعه اخرى تفضل الترتيب الحالي للمنتخب حاليا الترتيب الحالي على الصعيد العالمي الافريقي والنتائج اللي حققها مؤخرا فوالا اخر نتائج حقنا في الالعاب العربيه حقنا ميداليه برونزيه كانت فيها رابيه من مدينه طنجه ورابيه من مدينه تيران هما اللي حققوا ميداليه برونزيه نزيد واحد القضيه اخرى هذا الشيء رغم الاكراهات مناش لان حنايا ملي تعيننا دابا تعيننا حنا جروب ملي تعيننا رئيس باش مع الستاف ديالو لقينا كاين خلل والخلل باش تصلحو صعيب فهو حنا كنحاولوا دابا نقادوا السير ديال المطلوبه لان كنديروا لا باز دابا اول ما درنا باش نرجع لواحد النقطه كنت غادي نهضر عليها قبيله هو ان الرئيس اول حاجه باز عليها هو دار شراكه مع وزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاول والرياضه اول حاجه اخترقنا المدارس ديال المغرب كله جميع القطاعات ودرنا اول مره في التاريخ ديال الجامعه الملكيه بطوله مدرسيه للحمايه من النيران اول مره في التاريخ من عام تاسيس الجامعه 1999 يعني هادي نقول لك هادشي وهادشي كله في واجز بدينا في لو موان 4 وسالينا في لو موان 7 وهكذا كمل الانجازات الحمد لله بفضل السيد رئيس المدرسه ديالو المستقبليه وتضافر الجهود الحمد لله اون افريك في افريكا عندنا واحد الاشكال المستوى صراحه ديال حمايه المغرب بقى ستابل في واحد النيفو علاش وباش توصل لواحد الحاجه خصك تخدم عليها بزاف حنا ما كنخدموش المهم حنايا عندنا واحد المشكل ما كنخدموش كنتسناو الناس يخدموا علينا ويعطيونا وهذا مشكل كبير باش تنجح خصك تيني باش تاخذ البكالوريوس تحفظ سير هو هذا التعادل حفظ البكالوريا غتنجح 100% غشيتي ما عرفتش واش حنايا عندنا بزاف الناس غشوا ومن وصلنا حنايا كما نقولوا المركز القرار مع السيد الرئيس لقينا باللي كاين بزاف الناس غاسين خاصك تبدا من الزيرو وفهمي بيا باللي بلا بديتي عوج غتبقى عوج صعيب باش نرجعك باش نرجعك صعيب علاش؟ لانك دابا انت كتجيب مثلا 580 ب 70 متر ملي غادي تخدم معايا من الزيرو غتولي تبغي 220 غتبغي تخدم معايا تقول انا كنجيب 580 هكذا ولكن انا رجعك للزيرو باش تبدا من الزيرو باش عاد تطلع من هنا باش ما تبقاش واقف 580 باش تفوت 580 باش تقدروا كونوا اولمبيين كثر باش تقدروا كونوا ابطال كثر كوريا خدامه دابا على الفئات الصغيره اللي بيبينيير هادو هما لي زام ديال لي بيبينيير كيبداو بحالك وهادو لي زام الحمد لله خدينا منهم واحد العدد وحنا خدامين دابا على البيبينيير باش يكون عندنا خير خلف الخير سعيد شكرا بزاف كل واحد السلام عليكم اولا كنشكر رئاس الجامعه سعيد وكنشكر سي عبد اللطيف المتوكل وكذلك كنشكر الاخ الزامي سعيد العمر تاعنا المسؤوليه الكبار اللي كيقوم بها في مجال الصحافه الرياضيه بصفه عامه هنا سؤالي هو حول يعني كنادي تطوان يعني تقدر تعطينا ارقام شحال المنخرطين عندكم في هذا النادي وحاجه اخرى يعني ما نقدروش حنا نعرفوا كل شيء في هذه الدوره التكوينيه لان انا شخصيا كنحبذ وكنوجه هذا السؤال هذا مباشر من الاخ سي سعد العمرتي اللي كنعرفوا شخص عملي وانسان خالق وطيب ما كناش يعمل جيل دورات تكوينيه في هذه الرياضه هذه لان من خلال الحديث ديالك عنها يعني القلب الخاطر ديالي انشرح لينا واتمنى نشوفوا داك الشيء في الطيغه ان شاء الله باذن الله وشكرا مره اخرى للجميع. اخي سؤال مزيان شحال مخارط عندنا في تطوان؟ عندنا 22 مخارط عندنا سبعه ديال البيبينير الاولاد الصغار لي كاتيغوري بوسان بالجمال مينيم وكادي عندنا لي سينيور عندنا استاذه ديال اللغه الفرنسيه عندها قريبه تاخذ الغوطه عن جي ان شاء الله عندنا جوج الناس عندنا كما نقولوا حنا واحد سبعه ديال البيبينير ولي زوطخ عندنا لي جينيور جوج ولي زوطخ سون دي سينيور هادو الكلوب ديالنا باش كيتكون عندنا بطل المغرب معنا في النادي وعندنا في المنتخب الوطني جوج من تطوان وواحد من طنجه خدامين دابا هاد الدوره هادي وفي اطار الشراكه اللي غتكون بين ان شاء الله بين رابطه المغرب الصحفيه الرياضيه الجامعه الملكيه المغربيه للحمايه من النيران غتخول الانديه في جميع المدن يستقدموا الصحفيين الرياضيين ويزيدوا يكونوا واي واحد عنده رغبه يمشي في هذه الرياضه انا كنقول بالنسبه لمدينه تطوان بما اننا في مدينه تطوان اي واحد عنده رغبه مرحبا به النادي هنايا قريب ويجي امنا واحد التدخل ديال الصغار انا متبع الرياضه ديال الرمايه في تطوان منذ كان نادي المغرب التطواني في ذاك الوقت كانت كترقصوا رشيد الميموني
بعد الفترة من ذاك الوقت كانوا الأبطال ديال النادي اللي كانوا متألقين كان الرباحي بطل الرباحي. بعد ذلك النادي جمد النشاط ديالو بقى فراغ ربما إلى حدود 2015-2017 أسس النادي ديالكم ربما رومان تطوان هاد الفترة هادي. ولكن المشكل معكم هو التواصل ما كاينش من غير الصفحة ديال فيسبوك. أنا تواصلت معك بار تليفون إذاعة تطوان فلما كانت البطولة المغرب كانت هناك نهائي البطولة، ولكن بعد ما فاز النادي رومان تطوان بالبطولة داخل القاعات السنة هادي أين محاولة التواصل بكم؟ ما كاينش تواصل من غير الصفحة ديال فيسبوك ما كاين حتى حاجة. معقولة عندك الحق إعلاميا إحنا ناقصين في تطوان إعلاميا. علاش؟ أنا غنقول لك إحنا كنا أنا غنقول لك بين قوسين إحنا كنا في البطولة الوطنية انفيتينا الصحفيين الجهة وتعذب عليهم الحضور فجأتين كاملين. وكان صراحة كان الود ديالي يجيو كاملين لأن كان ديك الساعة المكتب المديري كامل كانت هذيك الحلقة ديال التواصل والاتصال اللي غتكون بيناتهم. للأسف تعذب عليهم الحضور لأسباب شخصية. حنايا نقول لك واحد القضيه. لا بس باش شخصيا كيفاش كان الاستدعاء كيفاش استدعيتو؟ راه كاين مؤسسات مثلا حنا كاذا عندنا مؤسسه عندنا كاين الفاكس كاين الايميل كاين كلشي باش تواصل. حنا ما يمكنش غنهز راسو ونجي عندك انك تروح مؤسسه اعلاميه. انا غنقول لك اذا ما توصلتش ما غاديش عندك. الاذاعه الوطنيه كان رئيس الدعوه ديال الاذاعه. حنايا ديك اللحظه كنا اول تجربه غادي نضربوا بطوله وطنيه في تطوان اول تجربه وكان هاد ديال النجاح وتوصلنا بالطلب ديال السيد الرئيس هو عند بالو حنا صيفطنا الاذاعه الوطنيه لان العلاقه ديالو مع الاذاعه الوطنيه مزيانه يحسبوا توصلناها. حنا تاخرنا ملي شفناهاش فينا معطلين كان ديك الساعه لاغلين لاغلين البطوله في اخر ساعه 12 ديال العشاء شفناها فتواصلنا مع السيد الرئيس قالوا كنعتذروا منك واحد اللي وقع واحد اللي وقع فجينا. كان التواصل مع الجريده الالكترونيه عن طريق الصداقه وصافي انت كتعرفوا حنا اصدقاء صحفيين كنحاولوا نتواصلوا مع بعض الطريقه كان واحد التعذر لان كان لاسباب شخصيه وداكشي ما جاوش. بالنسبه لنادي تطوان نقول لك دابا حنايا عندنا الصفحه حنا اجتهدنا في السنوات الاولانيه جاو عندنا العديد من الناس باش يزولوا الرياضه. حنا كان ما نجيك من الاخر نجيك حقيقه حنا كان ما كنعزلوش اي واحد. نقول هذا هذا الارك هذا قوس هذا الا درت فيه فلاش وتيري تقدر تقتل به وهذه مسؤوليه كبيره. حنايا كنديروا واحد التيست ملي كيجي عندنا شي اول مره جديد كنديروا واحد اللي كابابل باش يهز هذا لدرجه اننا شرينا لي زانك حنايا في النادي ديالنا باش ما نسمحوش اللي غيجي عندنا يدي معاه لاك على من الله شنو غيوقع. واخا كنعطيك لا ليسونس ماشي معناتها غتهزو غادي تسبب به في الزنقه. وفي امريكا وقعات داك السيد اللي خرج من الطوموبيل في الاضاءه ديال الاضاءه ديال ترامب هز داك لاك وبقى كيدور على الناس بحال هكذا ويتيري فيهم. وقعت لنا حنا في تطوان استاذه اللغه الفرنسيه السي حميد اللي كانت خرجت عند واحد الاستاذه دوزات فورماسيون ديال التحكيم ومشات بوحدها البطولة الوطنية في سلا وفرضت راسها الصحة غير الناس كيما تنقولوا كيحترمونا حنا كجهة تطوان وداك الشيء فسلكوا عليها. ملي جيت انا تلاقيت اعتذرت منها وقلت لها ما تقدرش تكمل معنا لانك خالفتي الشرع اللي كنقولوا حنا ديال الحماية. هو الشرع عنده قانون عندنا ايميل البريد الالكتروني كنصيفطوا واحد لونجاجمون للجميع باللي هاد الناس المعنيين اللي غيجيو فقط. إذا جيتي انت خارج الاطار كتولي ما عندكش لاسيونس ديالك باش دخلتي علاش جايه لان هذوك الناس اللي كيمشيو سو اسيوري بلاصيونس ديالك وكل شيء. داكشي علاش حنا تعطلنا شويه ما بغيناش نفتحوا الباب للجميع يجي عندنا اي واحد لان كتخوفوا لهذا القوس ما تكونش غادي تعطيه لاي واحد. حتى ملي كيجيو عندنا الناس النادي الا ما كناش حنايا الدراري المشرفين كانوا كانت الحصه ديالهم كيترينيو ما يبقى ما كنهضروا مع حتى واحد لان حصه التدريب ديالهم الوقت اللي ما كنكونوش كنترينيو كيجي شي واحد كنقدروا نوقفوا معاه نعطيو كاملين وكنأملوا المنطقه وغنرجعوا ان نوعيه الملعب اللي نقدروا نترينيو فيه نقدروا نترينيو في جميع الملاعب بشرط يكونوا مامنه تكون لا سيكيوريتي. ما يمكنش تجيو دير لا فليش راه يقول لك انا يقول لك هذه في اطار الدعامه شريت انا واحد القوس من ديكاتلون ودرت فيه لا فليش ودرتها في الصالون عندنا في الدار فيه شي 9 متر وتيريت ضربات في السيبله وخرجت وضربات الحيط وتقبات وحطيت داك راه بحال هكذا وقلت الله 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 فما بالك تعطي لواحد انت ما عارفش لا رياكسيون ديالو ما عارفوش في اللحظه ديال الانفعال ديالو لان انت كتعرف واحد كيتفاعل كيمشي يهز اي حاجه في يدو يضرب بها واحد اخر وما بالك عنده قوس القوس صافي بالنسبه له هو صافي ديك الساعه اوتوماتيك تقول لي في الدار التحديد ديالو راه ارطوب سيو نتمنى من الله تكون وصلت لك الفكره استاذ وشكرا لك. بعد الدروس النظريه اللي عطيتي للزملاء الصحفيين والاخوان الكبار
نتمنى على اننا نشاهدوا هذا الدروس هذوما قبل الميلاد. كان وعدك على انه من ابتداء من اليوم على ان التواصل غادي يكون ما بين لا الجامعة الملكية المغربية ولا الاندية الوطنية ولا النادي ديال التكوان، انه غادي يكون واحد التواصل كبير ما بين الصحفيين وغادي يكون تغطية ان شاء الله بعون الله ديال جميع الانشطة ديال النوادي سواء ديال التكوان او على الصعيد المملكة. الاخوان شكرا جزيلا لكم وعلى الاصغاء. كنتمنى على اننا ننتقلوا للمرحلة الثانية اللي هي التيران اللي غادي نحطوا مع السي رشيد. حنا نشوفوا واحد الدرس النظري اللي غادي يكون في الملعب، وكذلك غادي تكون واحد المسابقه ما بين الزملاء الصحفيين اللي غادي يختاروا فيهم، غادي يكونوا ثلاثه ديال المتواجدين ان شاء الله بحول الله. نرجو منكم التركيز. شكرا.